ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء الذين يبطلون العلل والحكم ويقولون إن الله يفعل لمجرد المشيئة، هؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم يقولون إن الله ليس له مشيئة، يفعل إلا ليس له حكمة، يفعل بغير حكمة، وأظن الأشاعرة كذلك. ولهذا يقول إن الله منزه عن إيش؟ الأغراض والأعراض والأبعاد، عن الأعراض مثل المحبة والرضا والكراهة والسخط وما أشبه، والأبعاد مثل اليد والعين، والأغراض مثل الحكمة. يقول الله ما له حكمة يسوي الذي يريد بدون أن يكون هناك مرجح